بسم الله على بركة الله. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنصايب واحد الحلوة دوزاتاي، وبغيت نشاركو معاكم. راه كيجي زوين وهشيش. بسم الله على بركة الله. ندوزو المقادير. عندي هنا 150 غرام ديال السكر كلاصي، 130 غرام ديال الزبدة ديال البواطة، و 150 غرام ديال الزيت، 600 غرام ديال الفورس، وعندي هنا 2 غرام ونص ديال الكراميل، ديال الفلون ديال الكراميل، وعندي هنا 2 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة، خميرة كيماوية، وبيضة واحدة. بسم الله على بركة الله. نخلطوا الزبدة والسكر. بسم الله. بسم الله على بركة الله. تخلط لينا الزبدة مع السكر كلاصي. ونزيدو الزيت. بسم الله، شويه بشويه. وعندي هنا قبيصه الملحه، راه نسيتها. هي باش نهرسو الحلاوه. نزيدو الفلون. هذاك الساشي صغير اللي فيه 2 غرام ونص، الا درتو الكبير غتنقصو من الحلاوه، غتنقصو من السكر. كنزيد بيضه. بسم الله. كنستمروا، غندخلوا ديك البيضه كلها في هاد المكونات. كنزيد الخميره، 2 غرام ديال الخميره. كنزيدو الدقيق شويه بشويه. هنا عندي 600 غرام، تقدر تهز لكم 600 غرام وتزيدوا شويه، وقدر تهز لكم قل من 600 غرام. ما كنهلكوهاش، غير كنجمعوا العجينه.
من بعد ما جمعت العجينه رشيت ليا هنا 60 غرام ديال الدقيق، فديك 600 غرام، هي عندي هنا 540 غرام. نتوما تهز لكم قل وتهز اكثر من سميتو، اكثر من 540 غرام على حسب. بسم الله. هنا ماشي ما كتجيش قاصحه وما كتجيش خفيفه بزاف، شتي؟ وغنغطيها بالسلوفان. بسم الله. غنديرو كويرات صغار بحال هكا، بسم الله. كنستمر بحال هكا، ندير كويرات باش يجيوني ساهلين. نستمر بحال هكا تنكملوا الحلوه ديالنا. ها هي الحلوه ديالنا، من بعد ما صايبناها غندخلوها الفران تطيب ونرجعوا معكم ان شاء الله باش نزينها. من بعد ما طيبناها كنزوقها بالشوكولات والمربى وشويه اللوز والبيغميسيل، وراه كتجي زوينه وهشيشه. نهرس معكم وحده تشوفوا، راه كتجي هشيشه وزوينه. وكنتمنى تعجبكم، وديروا لينا جيم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله.